مرحبا بكم في حصه جديده. شبكه اليوم حصه جديده مش خاصه يعني بشبكه الاكسباس باش نصلحوا باكسيونس 2019 اللي هو في سيسيون كون في سيسيون كونترول. باكسيونس 2019 سيسيون كون كونترول. ما تريدوا ايش عندنا؟ سيسيون باكسيونس 2019 باكسيونس 2019. اوكي بونزيرا اش عندنا دوني؟ معنا عندنا دوني او عندنا ريبرتور نورمي او اي جي كا عندنا انسومبل دي بوان اس انسومبل دي بوان ام فيريفي نوتر ايكواسيون دونك اس اكس كاري بلس واي كاري بلس زد كاري موان دي اكس بلس 4 واي بلس 4 زد بلس 5 ايكال 0 وعندنا ان بلان بي دي ايكواسيون كارتيزيان اكس موان دي اكس بلس دي زد بلس 1 ايكال 0 دونك الاس تاعنا اس انسومبل دي بوان. On va montrer que S est la sphère des centres oméga 1 moins 2 moins 2 et des rayons R égale à AD. Donc notre S, est-ce que c'est une sphère ou bien non? Sphère, voilà. Cercle, là-bas. Donc, c'est un ensemble de points. Et vérifions notre équation. Donc, x au carré plus y au carré plus z au carré moins 10x plus 4y plus 4z plus 5. Maintenant, l'équation cartésienne d'une sphère, c'est magnifique. Oui. Donc, l'équation cartésienne d'une sphère S, des centres I ou des rayons petit r, au champ x moins x et i au carré plus y moins yi au carré plus z. Moins ZI, le tout au carré, votre mètre R égal à R au carré. Égal à R au carré. L'aîné, je vais vous dire que la sphère est un ensemble de sphères. Le R l'aîné au carré, les hommes sont strictement positifs et différents de 0. À la fin, il y a un R total, le R total égal à 0, donc c'est le point I, il y a le point centre. Donc, notre équation, x au carré plus y au carré plus z au carré moins 10x plus 4y plus 4z plus 5 égale à 0, et nous avons comme cette écriture, il y a l'équation, je vais te dire que nous avons une sphère. Et nous avons une R par l'année, elle est strictement positive. On peut mettre une différence strictement positive, donc différente de 0. Au Canada, on va faire l'équation avec la charge sur cette forme. Ou il y a un réel négatif, donc là, on a l'ensemble de temps, c'est un ensemble vide, mais on va juste faire. Ok? C'est bien pour moi. ينجم مثلا سؤال التلميذ يسال يقول يا اخي السيركل والسفير شنو الفرق ما بيناتهم؟ نعم السيركل رانا نحكوا على بونسير ريبير او اي جي لكن احنا هنا نحكوا على الاسباس دونك احنا نحكوا على الاسباس دونك رانا باش نحكوا على السفير اوكي دونك وعلى فكره رانا الميثود باش نخدموا بها تو السفير هي بريس معناها باش نبينوا انه السفير بريس كيما باش نبينوا ان معناها باش نخرجوا ليكواسيون دي سيركل فوالا لكن شنو هو اللي هنا اللي تزاد 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 شو اسمه هو الكاب فوالا دونك تزادت لنا الكاب ما عادش نخدموا في الاو اي جي ولا نخدموا في الاو اي جي كاب دونك نرجع تو نوتر هذا بالنسبه لنا احنا ليكواسيون كارتيزيان في السفير نرجعوا للاسم تاعنا شنو هو الاسم تاعنا دونك هو شنو هو اكس او كاري بلس يكري او كاري موا بلس z au carré moins 2x plus 4y plus 4z plus 5 égale à 0. Avec niveau. À quoi? Donc, je vais traduire sous cette forme. Oui. Donc, je pars. X au carré moins 2x. Donc, ici, x au carré. Et après, quand on m'a pas fait mal, je vais vous faire ce que vous voulez. Plus y au carré plus 4y. هذه بريمير ايتابا حطوا لي زيد سيت بحنا بعضهم وعندك لي زيد ايه دونك بليس زيد او كاري بليس 4 زيد بليس 5 يقال 0 اكس او كاري موان 2 6 هي شنين دونك باش نعطيكم سو انفورمي مع هذا الكالكيل باش يحاولوا يفهموا بها بالدي راه عندنا اكس او كاري بليس ا اكس هي يقال ا اكس بليس ا سير دي او كاري موان A سير دي او كاري واضحه الفورميل هذه جايه من ستين فورم كانونيك افيك تفكروا في الدوزيام اني كي نعرفوا احنا ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي
يعني فرد كانونيك بين ترينوم دي سيكوندي جريك وقتها باش ناخذوا لقاء انه في اللقاء هنا انه الا كان مادام هي اي اكس بليس اي اكس وكان بليس بي اكس بليس سي باش ناخذوا الا ايكال ان والبي ايكال بيس ريال معناتها ستة ريال ديفيرون دي زيرو بطبيعة الحال ديفيرون دي ان وباش ناخذوا ان ريال سي ايكال زيرو في الكارب كي عندنا اكس وكان بليس بي اكس بليس سي الفورم كانونيك نتاع كي نعملوا سامبليفيكاسيون باش نعملوا الفورم كانونيك هذه اوكي في لي كا لا ايكالا ان ولا سي ايكالا ازيرو بطبيعة الحال مثلا ناخذوا مثلا اكس وكاري بلس اكس مثلا بلس اكس موافق لهنا لهنا بلس اكس اش باش تعطينا ترى دونك اكس وكاري بلس اكس اش تعطيكم دونك باش تعطيكم اكس بلس الان تعالى كده سي ان ولا لا ان سور دو او كاري ناخذ ان سور دو موا ان سور دو او كاري واضحه ولا لا دونك عندنا هنا ان دونك اكس وكاري بلس ان اكس هي اكس بلس ان ديمي او كاري موا ان ديمي اوكا اوكا نتصور الفورمولا اللي تكعطيتك وخرجت باش معنا تفهموا كيفاش باش نعملوا هنا فاكتوريزاسيون فور كارنيك تاعنا اش معنى هذا ستين ايكيفالونس سي محمد اوكي دونك اكس او كاري موان دي اكس اش تولي هي اكس موان دو سير دي قداش ان او كاري موان دو سير دي او كاري يعني موان زان او كاري تصور هو هنا تشوف اكس اكس او كاري موان ديز اكس هي اكس موان زان او كاري موان ان او كاري او كاري بلس اكري او كاري بلس 4 اكري موان كاين شي هي اكري بلس 4 سور دي اش معنى؟ على 2 او كاري موان 2 او كاري فوالا اللي هي موان 4 دونك بلس زد او كاري بلس 4 زد كيف كيف زد بلس 2 موان او كاري موان 2 او كاري بلس 5 ايكال ا 0 دونك كان طلعتو انا اكس موان زان او كاري ديما يلزم نحاولو نكتبو النادرة سفير معناها النادرة اونسومبل سو سيت فورم اوكي دونك اش طلعت انا اكس موان زان او كاري دونك امبلي سا سي اكس موان زان او كاري بلس ايكري بلس 2 او كاري بلس زد بلس 2 او كاري ايكال موانزان او كاري سي ان يتحقق موانزان دونك من هنا باش تحاول تقول لنا ان بلس بلس 4 سي ان بلس 4 سي 5 5 بلس 4 سي 9 ومون 5 باش تعطينا 4 رجست كالكي لا بريف ولي كالكي لا سابر ان او كاري سي ان موانزان موان 4 موان موان 5 موان 5 بلس 5 سي 0 باش تلقى لنا موان 4 حول هنا باش تعطينا 4 اوكي والكار هذه هذا ستريكتومون بوزيتيف دونك نوتر انسومبل اس اي لا سفير اي لا سفير ديسومبل ديسومبل اوميغا دي كوردوني شوف اش لاحظوا لهنا يعني لو بي اكس اي واي اي وزد اي يعني لي كوردوني دي بوان اي اللي هي سونتر هي اكس موان اكس اي دونك هنا عندنا اكس موان زان بوان عندنا ان ايكري بلس دي اللي هي ايكري موان موان دو دونك باش تعطي موان دو وزد بلس دي اللي هي زد موان موان دي اللي هي باش تعطينا موان موان دي دونك اس اي لا سفير دي سونتر اوميغا ان موان دي موان دي اي دي ليون Bien sûr, il y a un R égale à 2. Voilà. Et là, on prend la racine des 4. Et devions grand R égale à la racine des 4 égale à 2. On sort le fond de نجم نعملوا زيادة الـ S نوت بارونتيز السونتر ولا 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 فوالا دونك الـ S نتاعنا نقدر نصنف الـ S هو هو الـ S الـ سونتر أوميغا في كوردوني 1 موان 2 موان 2 ودي ليون 2
اللي ما فهمش حاجه نجم يعطينا السؤال. سنة بن هدية قالت كيفاش نعمل إذا كان يطلب مني باش البوزيسيون ريلاتيف دي سفير دي ديبلوم بي اللي هو تو الكاسيون تاعنا تو بيانسير فكروا فيه بشوية سنة وإن شاء الله مع بعضنا نشوفوا ريزلتا ليسونسيال شدوا ماذا بيكم الورقة وستيلو وتحاولوا أنتم باش النجمو اللي فاتت تكون أكثر. Notre petit B question, on va montrer que S inter P égale à le cercle de centre K au rayon R avec le K, les coordonnées 7 sur 9, moins 14 sur 9, moins 22 sur 9. Oui. Donc, elle a la question de Dawa Bersh, Hassan Fubay. Donc, Petit rappel, chacun petit rappel, bon petit rappel. Petit rappel. Si on a un sphère S, le centre I ou des rayons grand R, un point P, l'équation AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, voilà, ce sont les données. Donc, S inter P égale à quoi? Il y a trois résultats. Qui va faire les trois résultats? Il est souvent notre condition. Première condition, si la distance entre I et P, يعني ما بين الاي سونتر دي سفير والبلون سوبيريور ان نوتر ريون ار يعني كنلاحظوا لهنا شوفوا هذا السفير باغ اكزومبل هذا سونتر اي وكنلاحظوا انه ناخذ مثلا ديسبونس باش يكون مع البلون باغ اكزومبل ساسن هذا نوتر ريون دونك هذا الاي هذا نوتر ريون ديسبونس هذا نوتر ريون كناخذوا باغ اكزومبل معناها ان ديسبونس اكبر من مليون يعني باش ناخذ ديسبونس اكبر من مليون هكا ولا لا كان تلاحظوا هذه البوان تاعنا بطبيعه الحال كيفاش نعمل نحسبوا ديسبونس ما بين الاي والبوان لازم تكون يعني سان بروجيتي اورتوغونال على البوان يعني نعمل بروجيتي اورتوغونال على البوان نحسبوا الديسبونس اذا يكون هنا اسبريك مشي الانترسيكسيون ما بين البوان والسفير دونك هنا كان تلاحظوا ان الانترسيكسيون ما بين البوان والسفير سي لونسومبل لونسومبل فيد اوكي دونك لهنا هذا باش يعطينا انه اس انتر بي اس دونك هذا كيكي هو انه اس انتر بي ايغالا ان اوتر انسومبل في دونك سي تو سي اون لا ديسبونس ديما نعاودو لا نفس الكونديسيون يعني هي تو سامبلومون باش تعرف الانترسيكسيون ما بين السفير والبلون اش تعمل تحسب الديسبونس ما بين الاي بتحسب الديسبونس البعد الاي ال على البي تو سامبلومون باش تعرف انت الانترسيكسيون سي لا ديسبونس دي اي ا بي ايغالا ا زيرو ها ايغالا اي ديزولي ايغالا اي يعني ميم ديسبونس اوكي دونك نوتر انترسيكسيون يعني اس انتر بي ايغالا ا ان بوان اش لا ديفينيسيون دي بوان اش هذي ديفينيسيون دي بوان اش الهاش راهي هي الهاش appartient au plan. Je me demande là, donc égal à un point H, vous voyez l'intersection, je vous le rappelle, tangente à un autre sphère.
الهاش هي الهاش ابارتيان ابي ا نوتر بلان اي او سي اي راهي الهاش بروجيتي اورتوغونال دي اي سور نوتر بلان بي هاش بروجيتي اورتوغونال دي اي سور نوتر بلان بي على فكره راهي هنا البوزيسيون بين الاس والبي دونك هنا راهي بي هي تانجونت ا اس اون اش هذه البوزيسيون ريلاتيف ما بين البلومبل والسفير دونك البوزيسيون الاولى هي نون كونسومبل بي وانا ما فماش حتى انترسيكسيون ما بيناتهم الثانية الانترسيكسيون ما بيناتهم راهو بي تانجونت ا اس اون اش والاش ديفينيسيون تاعها هي الاش ابارتي ا بي اي اش بروجيتي اورتوغونال دي اي سو بي Et la troisième cas, si la distance de I à P est inférieure à notre rayon, l'aîné est l'intersection, donc l'aîné, l'intersection de S inter B, il y a le cercle, le centre H, le rayon petit r. Ok? Donc, avec le petit r ou égal à racine de r au carré moins la distance au carré de i à p. Il y a une distance à la distance de i à p ou r au carré, rayon de notre sphère, on a combien de distance au carré. Donc, avec le petit r et l'h, il appartient à p. يعني الهاش موجودة في البلان A أو C كيف الهاش A لا A بروجيتي هي بروجيتي أورتوغونال دي نوتر سونتر سور هي اون فات لي ميم هاش لي ميم هاش وي سي لي ميم هاش يعني هنا الانترسيكسيون دي هاش كان في التانجونت والا في الانترسيكسيون طبعا سونتر دي سيركل سونتر دي سيركل راه سي لي ميم بوان بالله يا سي زياد سناء بن هي قال بالله يعاودونا كيفاش حكايه البروجيتي اورتوغونال يعني احنا عندنا السفير الفوق وعندنا البلون كيفاش دونك كان هذا السفير باغ اكزومبل ولا لا مثلا ناخذ الكونديسيون الاخرانيه هذا البلون تاعنا هذا البلان سي ميت دونك هذا الاي ما سونتر ولا لا هذا الاي اش معنى بروجيتي اورتوغونال معناتها اون وافاك ان بروجيتي دي اي سي نوتر بلان بلان بي يعني هنا فما الاش هو اساسيات معناها اش اي بربونديكيلار على البلان فوالا صحيح هو مش فاهم حاجه دونك ديستونس كيف نحكوا على ديستونس من اي للبي راهو هذا ديستونس ديما في الديسبونس نعملوا لي بروجيتي اورتوغونال باش نعرفوا الديسبونس هذا الديسبونس اي ا بي ما نجموش نحسبوا هذا الديسبونس اي ا بي مفهوم ولا ما نجموش نعملوا مثلا هذه عندي بوان هنا باش نحسب البوان اي باغ اكزومبل هنا نجي اي لهنا مثلا وعندي ا موجوده في البوان نقول اي ا راه هو الديسبونس ما بين الاي والا نو راه الديسبونس ما بين الاي والبوان هو هذا يعني هو بفرق البروجيتي اورتوغونال على البوان اللي هي الهاش واضح هذا الديسبونس نتاعو بلاش زياد كان باش نبسطوا لو كان نصوروا ان دروات ونعملوا بروجيتي اورتوغونال نتاع ان بوان ان بوان باش تطيح بالبوان ان دروات باغ اكزومبل هذه البوان مثلا دي ما بروجيتي اورتوغونال نحسبوا الديسبونس باش نعملوا بروجيتي اورتوغونال لا هو هذا يعني اون بروجيت اورتوغونال مو فوالا بال يعني بروجيتي اورتوغونال نفس الحكايه نتاع السونتر نتاع السفير على البلون فوالا دونك احنا باش نحسبوا الديسبونس من اي للبي شنو نقول بوان شوفوا هنا هذه هي نوتري سيركل يعني الانترسيكسيون ما بين السفير والبلون هي السيركل هذه السيركل هذه شنو هو السونتر نتاعها؟ السونتر نتاعها اش واضح ولا لا؟ هذا عندنا الديسبونس اي اش هو نفس الديسبونس دي اي ا بي واضح دونك وهذا شنو هو الديسبونس هذا؟ مثلا كي نجيو من البوان اي للبلون لهنا الديسبونس هذا هو شنو؟ هذا اي دونك الديسبونس هذا هو شنو؟
هو ريون دي نوتري سيركل. فوالا من هكا علاش ريون دي نوتري سيركل باش نستعملوا بيتاغور لهنا هو راسين دي ار او كاري موان دي او كاري اي بي. بيتاغور هو هذا دونك هكا باش نستعملوا بيتاغور دونك هذا دي اي ابي. نتصور المعلومه وصلت بالكابتن هما راهم في الاصل راهم مش مطبقين معناها باش مثلا باش يدومونترو ريون اليتيك يقال لها كومبيا جيست برضه باش نديتيرمين وانا باش نحطوا الفورمين فورمين ديريكت. وي ان شاء الله تكون مفهومه خلوهم ياخذوا دي نوت ولا لا نجاوبوا على السؤال. لا ديفينيسيون دو بلان ميدياتور دان سيغمون اون دي لو بلان ميدياتور دان سيغمون لو بلان ميدياتور دان سيغمون هو لو بلان كي كوب ان سيغمون سون ميلي سون ميلي فوالا. لو بلان ميدياتور هي مثلا عندنا احنا ان سيغمون عندنا دوات هذا باغ اكزومبل ناخذ بلان ميدياتور. بلان ميدياتور اسم على جسم سي ان بلان كي ناخذ ان دوات سيغمون سا سي ان دوات سيغمون بطبيعة الحال سي لا دوات ابي باغ اكزومبل خاطر الميدياتور سي ان دي سيغمون. بون مثلا الابي البلان ميدياتور وين باش تكون هي تتعدى من المنيري هكا ولا لا وتكون كومون يكون ابي بيربونديكولار على نوتر بلان يعني تكون باش تكون كوم سا يعني باش باش يجتمعوا هما في الاسباس دونك باش تكون زي دونك كوم سا سي نوتر بلان ميديا ميدياتير متصور انها مفهومه انا نحكم في الاسباس يعني لي مثلا عندي ان دروات باش نهبط بلان سي لا بلان ميديا ميدياتير هذا تكون هيك بلان ميديا ميدياتير. اوكي ايه بالله قدام ما تعدوا للاساس زياد ما يسالش ثم شكون يحكي على بيتاغور راه احنا الريون بالله ما يسالش تصوروا بجديد للسير هاو اكزومبل هاو اكزومبل هاو اكزومبل عندنا هنا باغ اكزومبل دونك احنا هذا مش هي الاي هذا نعرف نرسم لهم راه بيتاغور وقت نحكي على تريانجل ريكتانجل فوالا اي دونك احنا رانا بيتاغور لان يقول ديمونتري ان ال ايكال راسي دي ار او كاري موان دي او كاري اي بي يعني هما نورمالمون ياخذها على كل ديتيرميني ال ياخذها ديريكت عند الريون دي السفير وعند الديسبونس بطبيعة الحال مش ياخذها ديريكت لكن هذا ما فسرها طبعا عندنا هذا السفير عندنا ان بلون تكوبي السفير نتاعنا واضح ولا لا دونك قلنا الاي دونك قلنا لهنا السيركل هذه السيركل دونك باش نعمل بروجيكتي اورتوغونال دي اي انوتر بلون دونك سا سي نوتر سيركل سيركل هذيك يعني ان شاء الله تكون واضحه التصوير على خاطر دونك هذه السيركل اللي هي سيركل انترسيكسيون ما بين البلون وال والسفير دونك كي نجيو نشوفوا هذه الاي عندنا هنا هاش كنلاحظوا انه الديستونس هذا اللي هو دي ا اي ا بي انوتر بلون دونك هذه انوتر بلون سا سي انوتر بلون ثم عندنا الديستونس هذه هي شنو هي الديستونس هذه؟ كنلاحظوا هي مادام بوانيت ديستونس هذيك هي نودري ريون بيتيت اير اللي هي ريون دي دي سيف واضح وكي نجيو نشوفوا الاي من هنا كي نخرجوا من الاي للبوان مش البوان هذه موجوده زاده في السفير دونك الديستونس هذا هو شنو؟ لا لحظه خليك تبقى الديستونس هذا سي جراند تي والديستونس اي هاش هو دي اي ا بي كان تلاحظوا لهنا لازم تكون بيربونديكيلير علاش نحكوا بيربونديكيلير على خاطر الهاش هي البروجيكتي اورتوغونال دي اي على نوتر بلون هكا ولا لا دونك هذا نوتر اي وهذا جرون تي اللي هو اليوم دي سفير وهذا دي ديستانس اي هاش طبعا سي زياد بالله راه بيتاغور هني ولي مادام عندنا اونجل دروا في الهاش كان تلاحظوا لهنا اي او كاري جرون تي او كاري ايكال جرون تي او كاري ايكال اكوا بيتي تي او كاري بلس لا ديستانس او كاري دي اي ابي دونك النجم خرج الان دونك بيتيتير اللي هو مطالب باش يخرج اللي هو ريون دي نوت سير اكزاكتومون اللي هو بيتيتير ايكالا اراسين دي ار او كاري موا دي او كاري اي بي اكزاكتومون اون تو كاف ليز اكزارسيس تستعملها ديريكتومون يعني الفورميلا هذه تستعملها ديريكتومون سو ديمونستراسيون جيست تعرف انه بيتيتير راه هذا الفورميلا اوكي عندنا ديسبونس دي اي ابي وعندنا ريون جرون بروتيك ولا سيكلير Donc, pour montrer que ça
tout d'abord on parle de diplôme médiateur d'un segment. Le plan médiateur d'un segment est un plan qui passe par le milieu du segment, de ce segment, et la droite qui porte ce segment soit nécessairement orthogonale à ce plan. Bon, comment on montre qu'un plan est un plan médiateur d'un segment? Il suffit de montrer que le milieu de ce segment, par exemple, on a un segment AB, on va montrer que le plan P est un plan médiateur de ce segment. Il suffit de montrer que le milieu de AB de ce segment appartient à ce plan. Il suffit de montrer que la droite AB, ou encore le vecteur directeur de la droite AB, qui est le vecteur AB, est un vecteur normal au plan P. Voilà. C'est ça, on va le Pour montrer qu'un plan est un plan médiateur d'un segment, il suffit de montrer que le milieu de ce segment appartient à ce plan, et le vecteur directeur de ce segment est un vecteur normal du plan, c'est tout. Donc, on va montrer que S inter P, il y a un cercle de centre K. Les coordonnées des K sont. -7 sur 9, -14 sur 9, -22 sur 9. Un autre rayon, on va le calculer. Donc, on va calculer la distance. Donc, question petit b. Donc, la distance de oméga, de quoi? Le centre des sphères, à notre plan P. Le point P, c'est x moins 2y plus 2z plus 1 égale à 0. Ok? Et notre point P. Donc la distance de oméga à P, nous avons la formule égale à. C'est la valeur absolue. Je vous l'ai dit. Acte A, x oméga plus. B, Y, oméga, plus C, Z, oméga, plus D. On dit comme une formule générale, on va en parler. Sur quoi? Sur la racine de A au carré, plus B au carré, plus C au carré. Ok? Avec oméga, des coordonnées X, oméga, Y, oméga, Z, oméga. Avec B, d'équation A, X au carré, A, X, plus B, Y, plus C, Z, plus D, égale à Z, à 0. Donc, on va voir notre distance. Donc, distance de oméga à B égale. La paramètre c'est 1. Donc, x oméga. X oméga, c'est x d'oméga. Notre milieu oméga, c'est milieu oméga, c'est 1 moins 2 moins 2. Oui. Donc, oméga. Le oméga des coordonnées 1 moins 2 moins, moins 2. Donc, A, on a 1 fois x oméga, donc 1. Moins D fois moins 2, plus D fois moins 2, plus D fois moins 2, plus 1. Plus 1. On va la l'absolu. Le tout sur racine 1 au carré, plus moins 2 au carré, plus D au carré. On va faire les calculs. 1 moins 2 moins 2, c'est 4. 4. 4, 1 plus 4 c'est 5, 5 moins 4 c'est 1, 1 plus 1 c'est 2. Donc voilà l'absolu de 2. Le tout suit.
1 au carré plus 4. Plus 4. Plus 4. Quand on passe à 9. Racine de 9. Elle est égale à la valeur absolue de 2 sur 2 sur 2. 2 sur 3. Ou 2 sur 3, elle est inférieure à notre rayon D. Notre rayon de sphère, le haut D. Maintenant, distance de oméga DP inférieure à notre R, le haut égal à 2. Donc, S inter P, c'est quoi? C'est le cercle, le centre quoi? K et des rayons petit. Petit R. Donc, elle fait bien à nos intersections, nos belles sphères, pour le plan et partir le cercle, c'est ici. حسب الرسمي اللي عطيناكم شنو؟ شو قلنا احنا؟ كيفاش نديترمينو الكار؟ افيك عندنا الكار دونك افيك الكار ابارتي على كوا؟ على نوتر بلان اي كار سي لا بروجيتي بروجيتي اورتوغونال توغونال دي اوميغا بروجيتي اورتوغونال دي اوميغا سور notre plan B. Très large, je vais faire un plan. Juste pour que donc, ça c'est notre oméga de notre centre de sphère. Donc, ça c'est le projeté orthogonal de notre plan. Donc, ça c'est le projeté orthogonal. Pour faire notre plan, désolé. Donc, c'est le projeté orthogonal à notre plan. Donc, ça c'est le point K. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire en projeté orthogonal? Je vois cela. En tout cas, appartient à P. Elle dit, ah voilà, je m'en ai pas projeté orthogonal de oméga sur P. Maintenant, quand là, oméga K, le vecteur oméga K, ou le vecteur normal, sans commentaire, le vecteur normal de P, quand là, un oméga K ou un P sont collinéaires. Sont collinéaires. Donc, René, notre première condition, donc K, c'est appartient à P, et oméga K, je m'en ai collinéaire à notre vecteur normal de P, yani égal à 1 alpha fois la normale de P. Avec normale de P, des coordonnées combien? Quand là, normale de P, c'est 1 moins 2, 2. Donc, normale de P, c'est 1 moins 2, 2. Donc, K, en même temps, appartient à P, donc elle vérifie notre équation de P, et en même temps, oméga K collinéaire à notre vecteur normal de plan. Donc, je vous mets, c'est un. Oméga K, c'est quoi l'oméga K? Les coordonnées de oméga K. Oméga K, c'est des coordonnées XK moins X oméga, YK moins Y oméga, ou z k moins z oméga. Oui. Égal à a alpha fois le vecteur. Donc, c'est égal à alpha moins des alpha des alpha. Donc, les nœuds changent. Quand là, on a xk moins x oméga égal à alpha. Xk égal. Donc, xk égal à. Donc, xk égale à quoi? C'est alpha plus x oméga de flèche. Il y a 1. Alpha plus 1. Yk égale à combien? Kif kif, il y a moins 2 alpha plus y oméga, il y a moins 2. Donc, moins 2. Ou zk égale à 2 alpha. 2 alpha. Moins. Donc, on a maintenant la relation ethnique, je n'ai pas de ok? Ça, c'est d'après deux, je n'ai pas de temps. Voilà, oui, je vais te le dire. Alpha, c'est un paramètre réel. Alpha, c'est appartient à R. Donc, avec alpha, appartient à R. Donc, chez qui on est? Il y a XK, YK, ZK en fonction de alpha. Qu'est-ce que nous recherchons l'alpha? Qu'est-ce que nous recherchons l'alpha? En fait, c'est Ziyad Hattabi. Comme il a dit,
la représentation paramétrique de la droite oméga k. Oméga k, oui, c'est la représentation paramétrique de la droite oméga k. Donc, لهنا هنا باش نعرف انه نخرج من الفا ايش عندنا انه الكا ابارتيان ا بي كسردي كا ابارتيان ا بي معناتها لي كوردوني دي كا فيري في نوتر بلان نوتر بلان Alpha plus 1. Alpha plus 1. Moins 2 fois quoi? Moins 2 alpha, moins 2. Plus 2 fois 2 alpha, moins 2. Plus 1. Égal à combien? Égal à 0. Elle est équivalent à quoi? Donc on va simplifier les choses. Donc on a alpha plus 1. Moins 2 plus 2 plus 4 alpha. Plus 4 alpha, moins 4, plus 1, égal à 0. Équivaut à quoi? On va chercher alpha. Alpha plus 4, alpha plus 4, alpha. Donc, on cherche 9 alpha. Nous 1. 4 moins 4, alpha. On a 4 moins 4, c'est ok? Quand on a 1 plus 1, c'est plus 2, égal à 0. لهنا باش تخرج لنا انه الفا ايكالا ا موان 2 سير 9 بالله يا سيدي زياد سنه بن هديه ما يسالش على خاطرها جيت نعاودها دقيقه امتي ربال هذاك ما فهمتش بالضبط الديمارش جيت حتى بالكامل ما يسالش هو لو حل عملنا في ريزيميه هنا قلنا راهو كا بور ديتيرميني لي سونتر لي سيركل شي زعما نعملوا السيستم هذا نعملوا السيستم هذا ولا هذا لا بالنسبة لنا السيستم هنا ايش عطينا؟ عطينا كا ابارتيا بي اي اوميجا كا ما قلنا كا سي بروجيتي اورتوغونال دي اوميجا سي بي ولا لا كان طلع كا اوميجا والا اوميجا كا كان طلع كا اوميجا ولا اوميجا كا معنا الفيكتور نورمال دونك الفيكتور نورمال هذا الفيكتور نورمال دي بي سون كومون سون كوليني كوليني en fait, le cas projeté orthogonal de oméga sur P, معناتها راهو K oméga égale à alpha fois la normale de P. Voyez, la normale de P est 1 moins 2, 2, يعني A ou B ou C. Donc, خرجنا بالثاني. اش معناها خرجنا؟ خرجنا بالثاني. علاش خرجنا بالثاني؟ وهذا راهو ديما تخدم هيك الخدمة نتاع باش تديتيرمينو السونتر دي سيركل. Même méthode. Donc, on va chercher le système K appartient à P ou oméga K égale à alpha NP. Toujours, on va chercher une relation L. Il y a le projeté orthogonal. Parce que je détermine les X et K. Il y a oméga K et H. Puis X et K moins X oméga. Ou Y K moins Y oméga. Ou Z K moins Z oméga. Alors, les coordonnées de oméga K égale alpha fois les coordonnées de notre vecteur normal. Il y a alpha fois 1 c'est alpha. Alpha fois moins 2 c'est moins 2 alpha, ou alpha fois 2 c'est 2 alpha. Donc, les coordonnées de oméga k égale à la coordonnée du vecteur alpha moins 2 alpha, 2 alpha. Donc, x et k moins x et oméga égale à alpha. Elle implique quoi? X et k égale à alpha plus 1. Donc, on va faire x et oméga même. Moi, je suis en train de x et oméga est 1. منك علاش راهي هي باش تجينا الفا بلس اكس اوميغا هي ها سي دي كالكول سي ان سيستيم سي ان سيستيم فوالا و ايغريك كا ايغال موان دي الفا موان دي يعني كي نخرجوا تخلوا ايغريك كا منين باش تحول ايغريك اوميغا منين دونك موان دي الفا بلس ايغريك اوميغا اللي هي موان دي دونك موان دي الفا موان دي بعد زاد كا هي دي الفا موان دي بان خرجناش احنا اكس كا و ايغريك كا و زاد كا اللي هما لي كوردوني اللي حجبنا بهم تاع ميغا اون فونكسيون دي كوا En fonction de alpha. C'est bon.
دونك السيستيم الثاني خرجنا منها اكس تاو واي تاو زد تاو فونكسيون ديال الفا الاولى كا ابارتيان ا بي كاسك سابيتي دونك نرجعوا للاولى لهنا باش تعطينا كا ابارتيان ا بي يعني ما هذا الكرون تاعنا دونك كا مادام ابارتيان ا بي دونك لي كوردوني دي كا فيريفو نوتر ايكو فيريفي نوتر ايكواسيون دي دي بي اش معناتها معناتها نبدلوا الاكس بالاكس كا والاي بالاي كا والزد بالزد بالزد كا اوكي بلس 1 ايجال ا 0 جست نبدلوا الاكس كا والاي كا بنوتر ريلاسيون اوكي انا الاكس كا قلنا هي الفا بلس 1 الاي كا قلنا هي موان 2 الفا موان 2 وزد كا ايجال 2 الفا موان 2 دونك خرجنا اش خرجنا في الاخر مادام الكا ابارتي ان بي وقتاش تكون الكا ابارتي ان بي وقت تكون الفا ايجال موان 2 سير سير 9 دونك نرجعوا جاسي محمد دونك عندنا هنا ما تكون الكا موجوده على البي كما تكون الالفا ايجال كومبيان موان 2 سير سير 9 دونك اون فا رومبلاسي الفا بار موان 2 سير سير 9 شاركوا المفيد المعلومة وسط دو اكس كا ايجال اكوا اكس كا ايجال اكوا موان 2 سير 9 بلس 1 لان واحد سور 9 باش تعطينا 7 سير 9 ايجال كا ايجال اكوا كيلعب موان 2 فوا موان 2 سير 9 موان 2 ايجال اكوا بيان موان 2 فوا موان 2 سير 9 4 سير 9 4 سير 9 موان 2 اش باش تعطينا بون باش نحطو المقامات باش تعطينا موان 18 سير موان 14 سير 9 اون افير دي كالكيل دونك 4 سير 9 ونحو منهم 18 سير 9 باش تعطينا موان 14 سير 9 سي دو كالكيل سي دو كالكيل وزاد كا ايجالا كيف كيف نبدلو لهنا دونك باش تعطينا دي فوا موان 2 سير 9 بلس موان 2 دونك هنا ايجالا كومبيان موان 4 سير 9 موان 2 دونك موان 4 سير 9 موان 18 سير 9 باش تعطينا باش تعطينا موان 22 سير سير 9 دونك جست ان كالكيل سي فيني كيت الفا من بعد جست رومبلاسي الفا في لي كوردوني دي اكس كا فتلقى لي كوردوني دي اكس دي اكس كا اوكي دونك هنا هذا امريكا انو الهاش لي كوردوني كوا كا كا 7 سير 9 كا ديزولي دونك كا 7 سير 9 موان 14 سير 9 موان 22 سير سير 9 وهذا اللي اللي طول وبالنسبه لليوم بالنسبه لليوم قبل الريون سي زياد فما سؤال من خلود تقول فما ميثود نحطوا لي دو زيكواسيون تاع السفير ونتاع البلون ونجم ونجم نخرجوا منها الكا نو خاطر الكا هي خاطر الكا هي الانترسكسيون الكا ان بارتيان با السفير الكا الانترسكسيون بين البلون والدروات كا اوميغا كا اوميغا فوالا ما عندها حتى علاقه يعني الكا راهي لهنا هي السونتر دي سيركل راهو الكا ردو بالكم ان بارتيان با السفير فما بعد باش يفكروا ان الكا هي موجوده في السفير ها هو السفير نعرف نعمل شيما ها هو السفير ها البلون سيت نعرفوا هيك باش نحاولوا ها هي البوان كا هو الموجود وهذا هذا الاوميغا ريتاها ولا لا البوان كا هي قلنا البروجيكتيون ارتوغونال On rappelle, c'est Ziad, il y a un point qui appartient à une sphère, c'est-à-dire appartient au parcours, le parcours en extérieur. Voilà, c'est le point de la sphère. Donc le cas n'appartient pas à la sphère, donc on ne peut pas déterminer la méthode. Il peut y avoir une méthode autre pour déterminer l'équation de la sphère, l'intersection de la cercle plutôt. Dans ce cas-là, donc non. دونك نتصور مع الوصل ديترميناسيون دي ليون ديترميناسيون دي ليون سي سامبل كنا هو على السيل دي ار او كاري مو على ديسبونس او كاري دي اوميغا ا بي سيرا ايغالا على السيل ار او كاري سي كاتر يعني دي مو بالنسبة للديسبونس كنا دي سي تروا او كاري كنا في الاخر نعاودهم لهنا دي او كاري مو دي سي تروا او كاري Ok, c'est égal à la signe de 4 moins 2 au carré c'est 4, 4 sur 9, donc 4 sur 9
36 سير 9 موان 4 سير 9 كيفاش عطينا 32 سير 9 32 هي 4 راسين 2 4 راسين 2 راسين 2 دونك هذا باش نلقى راسين ديكوال دي 32 سير 9 راسين 32 سير 4 راسين 2 سير 3 سير 2 سير 3 سير 3 بالله يا ماهر ماهر حاول ترجع للفيديو من الاول واللي عندك لينونسي وقع لينونسي وبشوي بشوي راح ما خدمنا حتى شيء حتى الان راهو جيس طلعنا الريون والسونتر نتاع السفير بعد تالي عملنا لنا سيكسيون نتاع السفير والسوروبا يعني التحق بين الان راهو ليزانسيس موجود موجود في في باج على نظيف اسمها سكول ورانا معناها بون هو اللي ما حضرش في الاول في ليزانسيس ينجم يتابعنا راهو باك سيونس 2019 سيسيون كونترول يعني تنجم تعمل حتى ريشيرش في الانترنت ليكزامون باك سيونس 2019 سيسيون كونترول تلقو اوكي يعني هو باك سيونس 2019 سيسيون كونترول اكزرسيس دي ليسباس دونك هذا احنا خرجنا السونتر كونترول اليوم باش نعطيكم كيستيون تو كيستيون اللي بعدها وهو لانكم حاولوا نعطيكم دقيقتين حاولوا فيه بيان سير رانا شفنا ديستونس ما بين ما بين السونتر نتاع السفير وال والبلون راهو اصغر من الريون نتاع السفير قلنا راهي دونك الانترسيكسيون 60 سير سيرك ديزيامون فيريفي كي ان ريبريزونتاسيون زونتاسيون ريزونتاسيون parametriche della droite K omega e x igala y igala z igala 1 plus t moins 2 moins 2 moins 2 plus dt. Les coordonnées de oméga, les coordonnées de oméga, 1 moins 2 moins 2. Vous venez sur les coordonnées de k, je suis en train de me mettre à la hélice. Vous venez sur les coordonnées de k. Donc les coordonnées de k sont 7 sur 9, moins 14 sur 9. Moins 22 sur 9. Ok, voilà les coordonnées de notre K. Donc, quel est le K? Les coordonnées de K. Voilà, oméga, les coordonnées. Donc, on va vérifier une représentation paramétrique de la droite K oméga et cette équation. Partie pour notre livre, par le fil. On va nous en faire. Donc, on a le point oméga, le point k, donc, j'ajoute une représentation paramétrique de notre droite. Thank you.
وي استحقوا بوان او ان فيكتور واللي معناها دلال ان سيتي كيفاش نخرجوا ان ايكواسيون باراميتريك دون دروات دونك نحاول نعطيكم جيست بيتي ترابيل كيفاش نخرجوا ايكواسيون باراميتريك دون دروات moins 2, moins 2, donc là on va chercher des points oméga.
ومن بعد اذا باش نختاروا لهنا اللي قدام التي كله اللي هو 1 موان 2 2 راهو هو الفيكتور ديريكتير. دونك يلزمنا الفيكتور ديريكتير باش نخدم هو 1 موان 2 2 يعني في الريزلتات الداخل يلزمنا ناخذ سين فيكتور ديريكتير. اوكي ولا بون يعني نشوفوا الكيستيون صحيح التطبيق دونك هاي الميثود لكن لازمنا نعرفوا الريزلتات وين بالضبط نحبوا نوصلوا. اوكي معناها لازم تكتب فيكتور ديريكتور 1 موان 2 2 وبالنسبه للبوان 1 موان 2 موان 2 وراكم باش تلاقوا معناها بالطريقه هذه باش تلاقوا اون اوتر ايكواسيون باراميتريك اما راهو طالب الريزلتا هذا كما مفعل دونك تو سي فاسيل ليسونسيال سي كي فون كونسي ان بيتي سي تو اومي دا اي اوسي جنة
Et oméga appartient à notre droite K oméga, d'où il y a un K oméga, cette équation paramétrique 1, x égale y ou z, égale. Donc x égale à quoi? On a le point oméga, le point oméga, 1 moins 2, moins 2, plus. Donc maintenant, on a 1 fois t, donc c'est t, moins 2 fois t, c'est moins 2t, donc je vais dire moins 2t, ou de plus 2 fois t. Moi, la souche à t appartient à t. En général, c'est t appartient à r. Donc t appartient à r. Désolé, t appartient à r. Voilà, je vous rajoute l'équation paramétrique suivant selon les questions. Alors, il y a 1 moins 2, maintenant 1 plus 1 moins 2 sur 9t, ou moins 2 moins, plus 4 sur 9t, ou moins 2 moins 4 sur 9t. Là, c'est ça. Mais vous, je vous la question. Je vous rajoute sur cette photo. Voilà. Donc, vous avez dit que vous avez dit que vous avez qui tchouf le point là, vous le rafetez oméga le point. Ou qui tchouf le nez 1 moins 2 de t, mais on va vous dire les coefficients de l'égalité, alors vous l'avez au vecteur directeur et les hommes, bref. Ou bien si Z, c'est une autre méthode, là j'ai dit que vous m'avez dit, vous avez vérifier qu'une représentation paramétrique de la droite K oméga est cette équation, il suffit de. Vérifie que le point K et oméga vérifie cette représentation paramétrique. Mm-hmm. C'est-à-dire, il remplace les coordonnées de K, les coordonnées de oméga dans l'équation paramétrique et il trouve le même T, c'est-à-dire il trouve que K appartient à cette droite et voilà. Oméga appartient à cette droite. Donc, je me trouve maqboul et j'ai qui m'inquiète. Voilà. Donc, pratiquement, dit حتى في الحالة دي مقبولة بحكم عطاني الإيكواسيون يعطيك الإيكواسيون على فكرة أنت ذكرتني حتى بالإيكواسيون دي بون سي مهدي سي محمد يعطيك الإيكواسيون ساعات دي بون ويقول لك بيريفي أنه أ بي سي مثلا بيريفو الإيكواسيون هذيك ويعطيك الإيكواسيون معناها ليكاليتي نجم تبيريفي بالإيكوانات إكس معناها بيريفي بالكوردوني دي أ وبيريفي بالكوردوني دي لو بيريفي بالكوردوني دي سي يعني حتى هيك مقبولة خير ما تبقى تعمل أ بي فيكتوريال مع سي وتوجه على فيكتور نورمال هكذا تروح. Donc, pour nous, quand même, la question à l'aide. Donc, je suis sur une question numéro 3. Je m'en dis qu'on est donné, on m'en dit qu'on est les questions. Je ne sais pas si je suis rien. Ok. Bon, je vais vous dire. لا سي زياد للجماعة الكلام ذا اللي يتبعوا فينا قاعدين كي يجوا راهو دي بريفيرونس بعد نرجعوا للفيديو من الاول ونتبعوا من الاول خاطر الاكزرسيس يعني ياخذ شويه وقت ومعنا اصحابكم يتبعوا دي بريفيرونس نتبعوا وين وصلنا احنا تو ومن بعد نعاودوا الفيديو من الاول. ما هو باكسونس 2019 سيسيون كونترول كونترول سيسيون كونترول ديما نحاولوا نحضروا احنا ديجا نهبطوا الاكزرسيس في باج عبد اللطيف سمارت سكول قدام لك الزرزيس ما صلحوه بنهار يولي عندكم على الاقل متسع من الوقت باش تاخذوا لي نونسي وتحاولوا فيه وتبقوا معنا تشوف الوقت اللي يعني نكونوا نختاروه ان شاء الله. دونك مثلا دروازيام اكزرزيس دروازيام كيستيون ديزولي سوا عطانا اي دي كوردوني الفا بيتا في غاما ابارتيان ا نوتري سفير اس appartient à S et Q le pont tangente tangente A S en I tangente à S en I à S. Notre question. On va montrer que l'équation de notre point Q est comme. Donc, on va montrer que Q est l'équation. Q est l'équation.
alpha moins 1 x plus bêta plus d y, donc il y a l'équation entre les choix. Alpha moins 1 x plus bêta plus d y plus gamma plus d z moins alpha plus d bêta plus d gamma plus 5. Et voilà. Ok, notre équation. Donc on va montrer cette. Montrer que qui l'équation cartésienne de qui c'est alpha moins 1 x plus bêta plus d y plus gamma plus d fois z moins alpha plus d bêta plus d gamma plus 5 égal à 0. Notre donnée chaîne qui alpha bêta gamma appartient à notre sphère S, elle est l'équation de sphère, et qui monte tangente à S en I. Maintenant, si on cherche notre sphère S, on va descendre oméga, ou dérivant de. Ok, donc notre sphère S descendre oméga. Donc, mais les données, hein, on va montrer que Q égale à alpha moins 1 Y. Donc, qui a cette équation. Pensez un petit peu aux questions, s'il vous plaît. بالنسبة للسنة بين هدية راهو حكينا على الفكتور ديركتور ورا قلنا كل دروات راهو نجمو نطلعو ليكواسيون تاعها سويفون ان بوان فكتور ديركتور يا ان بوان طبعا البوانات عندنا دو بوان نجم نختار واحدة منهم خذينا البوان اوميغا والفكتور هنا اوميغا كا هو اصلا فيكتور هنا عندها كوردوني ولي كوردوني بتاعتك يعني فيكتور كا اوميغا ايكولينيي وفكتور انا ترى فيكتور الفكتور ايكولينيي انا فيكتور 1 مون 2 2 دونك نعاودوا الاكزرسيس بشوي بشوي تلقوه في باج ابلتيف سمارت سكول ان شاء الله Donc, le groupe chaîne YouTube Motif Smart. Soit I, alpha, beta, gamma appartient à notre sphère. Oui. Donc, I définit notre équation de sphère, et qui est point tangente à S en I. Je m'en ai un point tangente à S en I, je m'en ai dit. Maintenant, on a la sphère, peut-être un point tangente. Et quand on a l'air, pas dans la même Q. Voilà notre sphère. Donc, c'est notre sphère, elle est tangente li, hein? Tangente l'électrique. Donc, quand là, nous, le centre de sphère, et où elle est, le centre de sphère au chou. Elle a oméga, centre de sphère. Elle a le point car tangente au point I. Je m'en ai dit. Maintenant, elle a le bichicoun. Bichicoun oméga I. Comment ça m'a dit? Bichicoun oméga I collinéaire à quoi? À la normale de Q. هو في العادة أن إحنا نرى الإكواسيون كارتيزيان نورمال كي هي شنو؟ هي AX بليس بي Y بليس سي زد بليس دي إيكال زيرو هذا نورمالمون واضح ولا لا؟ الأول بي والسي هو لي كوردوني دي كوا؟ لا نورمال دي كي هو لي كوردوني A بي سي دونك باش نخرجوا الأول بي والسي سي في نخرجوا شنو؟ لا نورمال دي كي وقلنا نورمال دي كي كتعرفوا أنه أوميغا إي ينجم اس تاع نورمال دي كي بحكم الكي اي تانجونت ا اس او اي دونك هنا باش نعطيكم الدوني الدوني اللي نخرج منها نعطيكم شنو هي الدلاله باش نعطيكم كيس كونا اون ا كي اي تانجونت تانجونت ا اي تانجونت ا اس او اي
هذا كي هو كوادر هذا يعطينا كي بالانس هذيك كي بالانس اوكي هذا شي يعطينا يعطينا انه اوميغا اي ريكوردوني قداش راه شوف اوميغا اي الفا مونزا ريكوردوني الفا مونزا دونك بيتا بلس دي بيتا بلس دي وعندنا جاما بلس دي جاما بلس دي ايتا فيكتور فيكتور نورمال او بلون كي او بلون كي بلاس زياد يعني فيكتور نورمال علاش نورمال خاطر هو كي كنشوفوا احنا السفير يعني باش تكون تمس التانجونت تمس البلون في الـ في الـ في البوان اي والجاما اي هذاك راهي باش تكون بيربونديكولير على البلون اي فوالا هاني وضحتها هنا مثلا شوفوا كان تلاحظوا مثلا نقولوا احنا راهو تانجونت في البوان اي دونك راهو اوميغا اي باش يكون هو النورمال دو نوتر بلون كي على خاطر باش يكون بيربونديكولير على نوتر بلون كي اوكي دونك اش معناه مش قلنا انه كي هي ديكواسيون ا بي ا اكس بلس بي كريك بلس زد بلس دي على زيرو وقلنا الا والبي والسي هما لي كوردوني دي كوا لي فيكتور نورمال تو سامبلومون بار اون بلاسي الا بار كومبيان الفا موان زان فوا كوا فوا اكس بلس بيتا بلس دي فوا كوا فوا يكريك بلس جاما بلس دي فوا زد بلس د إيجالا أزيرو. طب مبدئيا خلينا نعرف شنو مازال اون فا ديتيرميني اون فا ديتيرميني د. طب كنلاحظوا في الريزلتات حبينا نوصلوها انو عندنا الفا موان زان اكس بلس بيتا بلس د فوا إيكغيك بلس جاما بلس دي زيد معناها لازم ندي خرجها هي موان زان فا بلس دي بيتا بلس دي جاما بلس سان واضح ولا لا؟ هذا مبدئيا معناها حسب الريزلتات اللي عطاها في الاكزرسيس إذا ما نوصل نخرج دينا هي موان زان فا بلس دي بيتا بلس دي جاما بلس بلس سان إيه؟ أوكي أنا نسخ هذه باش أنا الكلام ده يتبقى معانا في الإكزرسيس دونك إيش عندنا يا سيدي؟ عندنا كونديسيون هنا إي هي الإي وين موجود؟ قلنا الإي موجودة في الكي وموجودة في الإس باهي الاي ابارتي على الاس باش ما تصخلو كونديسيون هادي زاد واضح دونك الاي ابارتي على الاس انتالت بالكي دونك الاي ابارتي على الاس كاش تساوي دي اي ابارتي على الاس دونك تجري في نوتر ايكواسيون ولا لا دونك ابليكي كوا الفا او كاري بليس بيتا او كاري بليس زيد او كاري بس جاما او كاري موان دي سالفا بلس كاتر كوميان بيتا بلس كاتر جاما بلس سانك يكالا زيرو هذه الاولى الثانية اللي هي ابارتي على كوا زاد اللي هي ابارتي على كيو ايكيفو على شوفوا جاي كي نبدلوا هنا ما خرجنا ليكواسيون ولا لا باش نعطيكم ترى الفا موان زان فو الفا بلس بيتا بلس دي فوا بيتا فوا بيتا بلس جاما بلس دي فوا كوا فوا جاما بلس دي إيكالا زيرو اوكي مش فاهم حاجة الأولى باش نفسروا له معايا كيفاش نخرجوا بعض هذه شوفوا واش لاحظوا هنا كان تلاحظوا هنا دي شوفوا واش باش نخرج انا هنا كوا مثلا لا اي ابارتي ان كي بون ديفلوب اش باش تعطي باش تعطينا الفا او كاري موان الفا بلس بيتا او كاري بلس دي بيتا بلس جاما او كاري بلس دي جاما فوالا جاما او كاري بلس دي جاما بلس دي بلس دي ايكالا ازيرو امبليك انو دي ايكالا كومبيان لا دي ايكالا كومبيان لهنا
دي على كومبيان دونك اش باش تعطينا موان الفا كاري بلس الفا موان بيتا كاري موان دي بيتا موان جاما كاري موان دي جاما معناها نوتر دي لقيناها هيك لكن هو في الكاستيون شي لازم هذا يعني كان تلاحظوا ما فماش الفا كاري والبيتا كاري والجاما كاري منين نجم نخرجوا الالفا كاري والبيتا كاري والجاما كاري؟ بالكونديسيون الاولى الاولى شفتوا ولا لا؟ دونك الفا كاري بليس بيتا كاري بليس جاما كاري كالا كوا حولوا هذا كل شيء او دابري دابري باش نسميها ليتيك ان فوالا هذه تو دونك دابري ان دابري اي دابري ان الفا كاري بليس بيتا كاري فوالا شن عندنا الفا كاري بليس بيتا او كاري بليس جاما او كاري كي جالا فوا كاتلا هي كوا ديز الفا موان كاتر بيتا موان كاتر جاما موان سانك تو فوالا دونك لهنا شوفو جاي دونك دي ايكال دي ايكال كان تلاحظوا لي عندنا موان الفا كاري موان بيتا كاري موان جاما كاري هي موان اونتر بارونتيز الفا كاري مش بيتا كاري دونك اش عندنا هي ما هي موان الفا كاري بليس بيتا كاري بليس جاما او كاري بطبيعة الحال موان دي بيتا بليس الفا بليس الفا موان دي بيتا موان دي جاما موان دي جاما ايكال شوفوا لهنا الفا كاري بليس بيتا كاري بليس جاما كاري ايكال كومبيان دونك ايكال موا نبدا مع سيني موا اش ولينا موا دي زالفا بلوس كاتر بيتا ايكال ولا لا بلوس بلوس كاتر جاما بلوس سانك بلوس بيان سير بلوس الفا بلوس الفا موا دي بيتا موا دي جاما موا دي جاما دي جاما دونك ايكال موا دي زالفا بلوس الفا اش تعطينا موا زالفا كادر بيتا مون دي بيتا باش تعطينا دي بيتا كادر جاما مون دي جاما باش تعطينا بلس دي جاما 5 بوان تو هاد بلس 5 بيتا نعوضها في ال رانا حنا مطلوبين بالريزلت اللي عطاها في ليزارزيس نعاود نوضح راه نجمو نجمو اون فونكسيون على ريت كان تلاحظوا لهنا جست فيريفيكاسيون شكينا دي اون فونكسيون دي فما الفا كاري لكن في الريزلتا دي لازمنا ميجا اون فونكسيون جيست دي الفا وبيتا وجاما من هناك علاش رجعنا للايكواسيون الاولى انه اي ابارتيا ا اس ان شاء الله تكون واضحه وصلت واضحه المعلومه متصوره معنا سي تري كلير مي بالنسبه لتلام ذا بلال يسالوا نحب نعاودوا من الاول يعني احنا بدينا الاكزرسيس لنا مده نحاول نتبعوا تو بالموجود مثلا زي بالله سي زياد حتى اورا المون كاستيون نيمرو نيمرو بيتي تروزيامون بيتي تارا ثم شكون يسال تروزيامون هذا هو نخدمو في تو تروزيامون بيتي تارا هذا هو نخدمو في تو اي مخلص ثابتي ولدي حاول نتبع شوي جيست بالله سي زياد دقيقه ولا زوز نحكوا فيه اورا المون يعني عندنا الاي راهي موجوده في الانترسكسيون الاي موجوده في هي موجوده في في الاس والكي والكي واضح ولا لا؟ هذا شني؟ باهي تبع يا حكينا من بدري يا معناها قبل كل شيء خرجنا انه الكي هي ديكواسيون شنو؟ الكي نتاعنا خرجناها ديكواسيون الفا موان زان اكس بليس بيتا بليس دي بيتا بليس اكس اكراك جاما بليس دي زد بليس دي ايكال زيرو هذا خرجناه سوبون شنو؟ شكون احنا؟ مش عندنا الكي كونجونت اس اون بوان اي نوتر سفير دي سوبر اوميغا نعاود هذا بلا في شكل في نجمة صغيرة سميت بلا مين بلا فوالا شوف جاي شوف كيفاش خرجنا ما قلنا احنا الكي دونك هنا سميت دونك عندنا هذا السفير وعندنا هذا الكي هذا نوتر بوان كي باغ اكزومبل واضح ولا خلينا نسمع نوتر باش نبان لهم اوضح اوكي بنينهم كونجونت اوضح دونك هو كونجونت شفت كونجونت في البوان هذا البوان هذه هي الاي تاع وعندنا هنا السفير هذا سنتر اوميغا كان تلاحظ ان اوميغا اي ولا اي اوميغا هي ما يساعدك دونك اوميغا اي شي مثل بالنسبه للبوان كي تاع
بالله واضحه شويه البلان سي زياد مثال خلي يبان باهي اوكي جست يبان جست واضحه هيك شويه فوالا فوالا سا سي نوتر بلان كي واضحه دونك نلاحظ اوميغا كي اوميغا اي ولا اي اوميغا وال سيتام فيكتور كومون حكم انه هو باش يكون بربونديكيلار سيتام فيكتور نورمال دي كي دونك اوميغا اي اي لا نورمال دي كي هو نفس النورمال دي كي ولا نقول اوميغا اي ايكال على نورمال دي كي واضح ولا لا دونك النورمال بحكم انه ليكواسيون كي بغينا هي شنو هي مش اكس بلس بي ايكغيك بلس سي زد بلس دي ايكال على زيرو والا والبي والسي يمثلوا فيكتور نورمال هما اللي فيكتور نورمال دونك بعد ما قلنا الاوميغا اي هو نفس الفيكتور نورمال دي كي اللي هما ا والبي والسي جست نخرجوا لي كوردوني دي اوميغا اي الكوردوني دي اوميغا اي هما شنو هما كيف تلاحظوا انه اوميغا اي هو اكس اي مو اكس اوميغا الاي كوردوني تاعي باش الفا موانصب هذه الاكس دي اي وهذه الاكس دي اوميغا نمشوا للثانية اللي هي شنو دونك هنا باش ناخذوا بيتا مو مو دي دونك باش تعطينا بلس دي في الاخر كان مع بلس دي دونك هذا هو قلنا فيكتور نورمال دي نوتري معناها الا هي الفا موانسا بيتا هي بيتا بلس دي البي والسي هي جاما بلس دي نعوض اللي اعطانا اللي اعطانا لهنا اللي اعطانا الحكايه هذه هو انه الكي راهو طونجونت على نوتري سفير اوكي ومن بعد ما خرجنا احنا من بعد باش نخرجوا الدي قلت لنا الاشكاليه فاش في الدي الدي تاع الكوا دونك الدي كيفاش باش نخرجها هو عطانا في الاكزاكتيشن فوكاش وانا عاودتها انا هنا الكوا سمعت ولا لا قلنا عطانا هو دي كونديسيون عندنا اي ابارتيان على نوتري سفير دونك انفيني في نوتري سفير والاي ابارتيان كي دونك انفيني في نوتري ايكواسيون قلت لنا الدي دونك اون باش نشد دي غادي سميتي كان تلاحظوا لهنا جست نبدلوا بالكوردونيت دي اي دونك باش نلقوا الدي ايكالا فينالمون موان زاتا كاري بلس الفا موان بيتا كاري موان دي بيتا موان غاما كاري موان دي غاما او دابري ان احنا مو ريزلتا اللي عندنا في الاكزرسيس مازال ما نوصلوا له ما فيهاش الالفا وكاري ما فيهاش الالفا كاري بيتا كاري غاما كاري عندنا احنا الفا وكاري بلس بيتا وكاري بلس غاما وكاري موان دي زالفا بلس كاتر بيتا بلس كاتر غاما بلس 5 ايكالا زيرو كان تلاحظوا على هنا موان زالفا كاري موان بيتا كاري موان غاما كاري هي راهي موان الفا وكاري بلس بيتا كاري بلس غاما كاري دونك نجمو من ان اللي هو يعطينا الفا كاري بلس بيتا كاري غاما كاري هي ريلاسيون دونك نجمو احنا هنا الفا كاري بلس بيتا كاري بلس غاما كاري باش نبدلها بدلها بلس الفا موان كاتر بيتا موان كاتر غاما موان 5 ولا هنا يكون نكملوا النهايه في الاخر نلقوا دي كان موزا الفا بلس دي بيتا بلس دي جاما بلس 5 فينالمون باش نجمو نلقوا نوتري ايكواسيون كي دونك ايكواسيون سي وصلنا للدي دونك ايكالا كومبيا موزا الفا بلس دي بيتا بلس دي جاما بلس 5 دونك هذه نوتري ايكواسيون دي بوان يصير إيكال أزي إيكال أزي هو إيكال أزي 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 إيكال موان 6 et 1 موان et 1 موان نعود ك اوميغا ما نعاود نذكركم من ك اوميغا شنو هي الايكواسيون تاعها فك اوميغا ايكواسيون اكس ايكال 1 بلس تي ايكاليك دي ايكال موان دي موان دي تي وزاد ايكال موان دي بلس دي Donc on va vérifier que n avec ses coordonnées est un point de k oméga qui a une centroïde. Thank you.
وي 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 صحيح راهو كان ما عطاكش الدين راهو فاهمكم حاجه راهي الدين هنا هو جيست ريزلت كان ما عطاكمش معناتها ما عطاكمش معناتها قال لك جيست ديتيرمين ليكواسيون وكاهو دونك راك تنجم تخدمها بالطريقه العاديه معناها اوكي لكن انت مطالب بالريزلت هيك Donc on va vérifier notre question de notre question vérifier également que n des coordonnées moins 1, 2, moins 6 appartient à la droite k oméga. Allez, peut-être comme d'accord comme le k oméga, je n'ai l'équation paramétrique en temps. مرسي جودة مفيد إن شاء الله مفيد في الأخير تعبنا يطلع به الفايدة للتلامذة يعطيكم الصحة على كل على كل من يتبع فينا Donc pour répondre aux questions, s'il vous plaît, c'est facile, il suffit de remplacer tout doucement. Donc, je vais déjà voir les questions. Donc, c'est simple. Juste un peu de vérifier que n moins 1 et moins 6 appartient à notre k oméga, tout simplement. Bête de x de moins 1, nt. T égale à 2. T égale à moins 2. Voilà, je suis encore moins 2. Qui met à 0 de 2, bête de y de 2. Tu vas faire chaque fois, c'est t, etc. Ou qui met, voilà, sinon, en bête de x, c'est mon vérifou. Bête de t, le guinéen, n, ma dit que c'est vérifou, le guinéen, le vérifou, le z, mais bon, les coordonnées de n. Donc, simple, c'est un peu simple. يعني زادت السيارة كسيون زي هذا ما هو ما ضيعش فيه تلميذ برشا بوانات ما ضيعش فيه الوقت أول حاجة ما ضيعش فيه البوانات آخر ما حتى لو كانت ما خدمش التدريس كامل تنجم تخدم راك كسيون هذا بس الفرق الأولي اللي عندك الباهي في الإكزارسيس هذا أن كل الإكواسيون يعطيها لك مش بطبقة لو شغلة باش دونك إيش عندنا إحنا هنا قلنا أون فا مونتري كي أن أبارتي أون مانزان جي أون سيس دونك سيرو أون بلاس دونك عندنا إحنا إيش عندنا عندنا إكس إيكال أن بلس تي عندنا الكريك إيجالا موان دو موان دي تي عندنا الزد إيجالا موان دو بلس دي تي دونك إكس إيجالا كومبيان تاع إن دونك إكس إن سي موان زان ولا دونك أون فا فيريفي موان زان إيجالا أن بلس تي هذا سينيفي أن تي إيجالا أموان موان دو موان دو فما شكون راهو يجي يبدل حتى بالدي الكريك بالدي ويلقى نفس الريال تي واضح ولا لا دونك وإلا سينون جيست تي موان دو نعوضوها في الثاني دونك نمشيو للثانية دونك إي كريك إي كريك بيان سي زياد هي ديما سامبل نعوضو ال فوالا إكس بي كريك وزاد ولا تي إكس بي كريك وزاد ونرجعو على تي معناها سي لا مان نفس التي نفس دونك مازال نلقو نفس التي دونك إي كريك دي أن كومبيان سي دو دي إي كريك كومبيان موان دي موان دي تي هذا إيكيفو موان دي تتحول لهنا باش تولي 4 سير موان دي إيكالا موان دو فوالا دونك تي لهنا إيكالا موان دي كان فاحلو سي لا مام تي نمشو توا اس موان 6 موان 6 ايجال موان 2 بلس دي تي
ايكيبو دونك موان اللي كيف هضر منه باش تعطينا دو موان كاتر سي تي كاتر باش تعطينا تي ايكال موان دي كان تلاحظوا انه عندنا نفس التي كما بدلنا ولقينا ما لقيناش نفس التي دونك راهي الكوانا بارتي اون با ا نوتري دروات دونك ان دي كواسيون دي كوردونيت ديزولي موان سان دي موان سيس ابارتي اون كا اومي تري بيان سيرين جزير يعطيك الصحة على هذيك الطريقة. باك هذه الطريقة وطريقة صعبة للبشر. خاصة ثم دي بوان زياد في البكالوريا ما يلزمش التلميذ يضيع. ترى ينجم مش فاهم الاسباس وينجم من 5 بوان ينح دي بوان فاهم. ينجم ينح دي بوان تو سامبلومون. هو شو الكيستيون سي وحاول تركز معايا في الكيستيون سي عندكم الكيستيون سي هذا باش نقول فيه صعوبة. قال مونتري الو كي تو لي بلون تو لي بلون كي تانجونت اس تانجونت اس اون ان بوان دي سي ان Moins DC. Un autre cercle. Et le guinamber. Point DC passant par N. Passant par N. Je vais vous faire une question. Votre fête, juste un bastonon. Alors, je vous montre alors que tout le plan. Q tangente quoi? À notre S. On a le plan Q tangente à notre sphère, oui. On a déjà la question, la tangente à notre sphère fait point I. On a un point de C. Chemané. On a votre tangente à S en quoi? En I. On a un point de cercle. Le cercle, il y a l'intersection de la sphère ou B. Voilà. Donc, Q tangente à S en I. ال اي ال باش تكون ان بوان دي سي و السي ال هي سيتا بارتي دو بلون دونك راهي اي باش تكون موجودة وين عن نوتر بلون بي هادي لو باسون بار ان دونك حنا جيست هذا المعطى باسون بار ان المعطى هكا اي موجود في البلون لازم تكون الان وين موجودة كي نبدلو بلي كوردوني تاع الان يعني البلون الكي هذه كي نبدلو معنا ليكواسيون دو بلون كي هذه لازم نبينو انو الان ابارتيان اكي ان نوتري كونديسيون دونك كي تيمو ونشوفو الكونديسيون لا بالنسبة لتركي دلال راه عندنا ليكواسيون باراميتريك نتاع البلون باش نبينو بوان موجودة يصير عندنا الكوردوني نتاع البوان هذاك الان دونك موانزان دي موانسيس نعوضوهم في الكوريكس يقال موانزان والإقراك والزاد البلفارات بتاعينهم نلقوا نفس التي البارامتر إذا ما لقيناش نفس التي في الكوريكس يقال نعوضها بالفارات بتاعهم الإقراك والزاد دونك نابارتيام با أو بلون ننصح تلامذة ترجع تعاود الدول الإكزارزيس من جديد إكزارزيس ما حيصني يعني إكزارزيس Moins alpha plus d bêta plus d gamma plus 5 gamma 0. D'accord, on peut dire que le point I qui est décordonné, c'est le point Q, on a le point P, on a le point I, on a décrit et décordonné alpha, bêta, gamma. Ou le point N, ou le point N décordonné, moins 1, 2, Okay. Donc c'est ça notre
دوني صالح الكيسيون سميتي وهذا اخر كيسيون في الاكزرسيس يعني سي لا ديرني كيسيون لا ديرني كيسيون دي نوتر اكزرسيس دونك اون فوا فير شكون حنا وانا مضري على كي تو لو بون كي كونجونت على اس اون اون بون دي سي شو بوجي كي كونجونت كوليكسيون كونجونت ا اس اون ن point D C C à la fête qui est ici S D P donc qui est tangente à S vous savez qui est tangente à S en en I voilà qui est tangente à S on a un point I c'est bon on a qui tangente tangente à S en quoi en i je m'en ai donc en jante à son i ça va donc le i on joue avec q ou s voilà donc le i appartient à s inter q donc on a un point de c il y a s inter q je m'en ai معناها احنا بدلنا قلنا كي كونجونت اس اون اي معناها راه هذا امبليك عندك اون ان بوان دي سي اون ان بوان دي سي معناها راه الاي ابارتيان ا سي اللي هي شنو اللي هي اس انتر بي واضح ولا لا اللي هي بتقوم انه الاي ابارتيان ا سي واللي هي اس انتر مودل برون دونك هذا ايكيفو ا كوا دونك هنا باش تعطينا الاي راهي ابارتيان ا كوا ا كان تلاحظوا اللي هي بارتي ا بي. كيس سافا دي لي بارتي ا بي دونك ال فيريفي نوتر ايكواس ايكواسيون هذا ايكيفو كي بعدو ليكس باش من الفا دونك ايكيفو كوا الفا موان دي بيتا بلس دي جاما بلس ان ايكال زيرو هذه كونديسيون اللي تشوفها جوا باسون بار ان Donc, on va montrer qu'elle est passant par n. Chmana, mana, d'après notre équation, là, n est examen à où appartient à Q, à condition de quoi? Cette relation. Donc, là, là, on va se négliger. Chmana, n appartient à Q. Donc, n vérifie notre équation, là, là. Ben, n est bien bien là. Chmana, bien bien là. Mana, il met le boule x, les coordonnées par n. واللي جاي بالكوردوني نتاع بالجاي ان وبالزد ان ونحسبوا ليكواسيون تاع كان لقينا زيرو واش معناها؟ الفيريفي دونك ابارتيا نوتري بلون نخرجوا من هذا كاين عليا باش نبين اون نوتري كي ان ابارتيا نوتري بلون كي سوفون نوتري كونديسيون نبدا الفا موانز ان فاكتور شون فوا موانز ان وي بلوس Beta plus 2 fois 2. Beta plus 2 fois 2. Plus. Gamma plus 2 fois moins 6. Donc, plus. Gamma plus 2 fois moins 6. Plus quoi? Gamma plus 2 fois moins 6. Moins alpha plus 2. Beta plus 2. Gamma plus 5. Et les hommes, les gars, combien je connais l'un à partir à P? Égal.
موان 6 جاما مش دي جاما 6 ها موان 4 جاما جاما اكوال اوكي شنو شنو بعد عندنا ان بلس 4 بلس 5 بلس 5 سي 10 10 10 موان 2 سي داش موان 2 موان 2 ايه كان صح مش مخرج من الفكره ولا لا وي خرج من الفكره عايز اشطط الفكره اشطط لان خرج من الفكره موان 2 فكتر الفا موان 2 بيتا موان 2 بيتا بلس د جاما بلس 1 بلس 1 موان 2 الفا موان 2 بيتا بلس د جاما بلس 1 يجي على كم يجي على 0 فور موان 2 يجي على 0 بيان سور إيه قال لا؟ أسف هي نفسها خرجنا من إيه؟ ما خرجنا من الكونديسيون أنه إيه موجودة على بي من الكونديسيون هذه كي كي تنجونت على إس أون أن بوان دي سي معناها راهو إيه أبارتيان أ بي معناها راهو إيه ديفيني في نوتر إكواسيون دي بي حبينا نبينوا أنه الإن موجودة في الكو بدلنا بالكوردوني نتاع الإن لقينا ريلاسيون هذه والريلاسيون هذه احنا سوفون سيت كونديسيون ايغال ا ا ايغال ا 0 لان شي نجم نقولو سميتي نقولو كونكلوزيون راهي الان ابارتيان او بلان فوالا كونكلوزيون دونك اون با كونكلي ici دونك كونكلوزيون دونك لان هذا كي يقولو انو الان ابارتيان او Donc, conclusion, conclusion, je dis, alors tout plan, Q, tangente, à S, en un point, DC, passe par quoi? Passe par N, on a donc un autre N là, il y a des coordonnées quoi, ce qu'on a dit moins 1, moins 1, 2, moins 6, c'est un point fixe. Mais là, quand je roule tout le plan, on va faire le N, il y a des coordonnées moins 1, 2, moins 6. Il y a un point qui est tangent à S, on a un point de C, là, automatiquement, je vais faire la même. Si Zied, toi, ça va, la commissaire, je t'en donne, qui fait le qui est tangent à AS en point de C. Juste le mal à l'infester le mal au même. Donnez une telle exercice. Voilà, c'est bon. On va déjà en mettre un mal à l'infester le mal au même. Je suis obligé. Attends, je vais te coucher. Fais le temps. Gold à C, C, P, C. Rai, S, inter, P. Donc, on a le sphère. Voilà. Donc, عندنا هذا السفير عندنا هذا لو بلون بي باش نوضحها هذا نوتر بلون بي دونك نوتر بلون بي هذا ايش باش تعطينا باش تعطينا ان سيركل لا انترسيكسيون ما بين البلون باش تعطينا ان سيركل دونك السيركل هذا باش تكون كوم سا بون هو الشمال باش تكون حاجه بزاف لكن كومان يعني لهنا باش تكون هنا نوتر سيركل بي شفتوا السيركل هذه هذه نوتر سيركل سي سي اوكي هذا نوتر بلون بي وهذا نوتر سفير اس شو جاي قلنا كي طونجونت ا اس اون ان بوان دي سي وين البوان دي سي مثلا ناخذ البوان هذا واضح ولا لا؟ طيب مش البوان هذه موجوده في السي وموجوده في السفير موجوده في البوان بطبيعه الحال ما دام هو موجوده في السي دونك وين موجودة؟ أي بوان موجودة في السي وين موجودة؟ في البلان في البلان في البلان بي واضح ولا لا؟ دونك نوتر بلان كي كيفاش؟ سي سا نوتر بلان كي هذه البلان كي باش تكون كومون طونجونت ا نوتر سفير وين؟ في البوان هذا هذه دونك نوتر بلان كي واضح ولا لا؟ دونك هي شيما لكن لازم تتخيلها تبدي دونك في البوان هذا حنا ايش قلنا؟ قلنا انه كي طونجونت ا اس اون بوان اون اي وزاد شنو هو؟ قلنا راه كي طونجون ا اس اون ان بوان دي سي كان طلعتو الاي وين موجودة؟ موجودة في السي خاطر بوان دي سي وموجودة زادا وين؟ في بي
خاطر السيل هي سيت ان بارتي دي بي دونك البوا اي موجوده وين في البي دونك من هنا اوتوماتيك واش عندنا سي ان تي دونك هذه قلت لك كي دونك باس او اي دونك اي ابارتي على سي ان تي بي زاد اي ابارتي على سي نلاحظوا قلنا هو على خاطر قلنا بوان دي سي فوالا ومادام السي هي اس ان تي بي يعني اوتوماتيكمون اي باش تكون موجوده في البوان دو بوان بي يعني اي موجوده لهنا اوكي ومادام موجوده في البي استغلينا ليكواسيون هذيك نتاع البي لا وهذه ليكواسيون دي بي يعني ليكواسيون دي بي ايش هي ليكواسيون دي بي للبوا اكس موان دي زيد بلس دي زيد بلس ا ايكال ا زيرو دونك هذه استغلينا بدلنا جست استغلينا انه المعطى هذا انه بي ابارتيا ا بي استغلينا المعطى هذا باش عملنا ليكواسيون من الاكواسيون هذاك عوضنا من بعد هيك نقول واحنا نجمو نطلعوا نجمو نطلعوا انه الان موجوده في البي في الـ في الكي بليتو فوالا دونك في الاخر كي حبينا نفيريفو انه الان موجوده في الكي دونك جست بدلنا بالكوردوني دي ان لقينا انه الان ابارتي على الكي وين راح حسب رايك الان ابارتي على الكي دون سيت كونديسيون راه بريتك ما شفتش هذه ديفيرون كجينيال ديفيرون دي زيرو نجموش نقولوا انا ابارتي على الكي نو لهنا الان هذه ما هيش ابارتي على الكي وهي الكونديسيون هذه هي شنو هي حددت هي راهو كي كونجون تاع اس اون ان بوان دي On a un point d'essai. Maintenant, quand est-ce qu'on a tout plan qui conjoint à S, on a un point d'essai, passe. يجود بالنسبه للريداكسيون هذه هي ريداكسيون نكتبوا الكلمات اللي كتبناها من كي تانجونت هذه هي بالنسبه للريداكسيون باش ما تدخلش بعضها ياسر في الصوت الكلمتين يفسروا بهم لي نونسيون تاعنا انا نفسر لكم الامر دونك قلنا كي تانجونت ا اس اس معناها ايكيفو باش تسماها الابليك كي تانجونت ا اس او اي كي تانجونت ا اس او اي اش معناتها معناتها الاي ابارتي على اس ان كي اي نشوفوا لهنا اي اي ابارتيان ا سي دونك اللي هي اس ان تي بي دونك كي هي ابارتيان ا ا دونك هذه باش بارتينا زاد هي ان بيكا مادام اي هي الكونجونت ما بين الاس و اون ان بوان سي دونك اي ابارتيان ا سي هذه اللي هنا باش نحاول هو لو كيستيون معقد شوي يعني كيستيون مش مفهوم ساعات عند برشا كلامنا حبيت نعطيكم الاجابه اللي معناتها قريبة شوية للمنطق طبعا تو سامبلومون دونك اكسيسار اكزرسيس دونك لهنا نكونو كملنا باكسيونس ابيرو تو سان باش يعني اكزرسيس ليسباس باكسيونس ابيرو تو سان باش في السيسيون على كونترول يعني اذا تحبوا تساؤلات مرحبا بكم في العاده في باج على الاكسبرت سكول مع الناس المهني والسيزيات يعني نحاول ان احنا نبسطوا الاكزرسيس للماكسيموم ان شاء الله نكونوا معكم ولا وفقنا ربي واذا عنده حد لو اقتراح اكزرسيس ولا حاجه اي بس زياده بيان سور احنا مرحبا بالناس الكل بالكومنتير وباي اكزرسيس ديجا عندنا اكزرسيسات راهو من اقتراح التلامذة باش نصلحوهم ممكن منهم اكزرسيس جو بونس فونكسيونيل ثم تلميذ باك تكنيك ممكن نصلحوه المره الجايه اما بالله ثم هني توا ثم كومونتير قال سيلفي بلي كان ما ثماش مشكله بعد ما يكمل ينجم يكتب مش عارف سيلفي بلي سي زياد من تاع جا قرا معايا يكتب لنا هكا قاعده نتاع لير وكيفاش نعرفوا اللي هو سفير خاطر بروف لوتيد عطانا حاجه وبروفيتنا قالت لا ما عادش يخدموا بها ام ار سي باش نحاول نوضح الحكايه هنا دونك هنا هو تحكي على لير ولا تحكي على تحكي على قالت كان ثماش نجموش تعطونا قاعده ولا القاعده هذه ممكن نتاع لوتيد اخدعتها لهم البروفيت الوحده قالت لا شنو هي القاعده؟ بالضبط؟ مثالش كانت يكتب قاعدة تاع لير وكيفا نعرفوا اللي هو سفير خاطر بروف اللي تجي دعطانا طيب بالنسبة باش نعرفوا راه كاين ليكواسيون خاص نبار لير وسفير يعني اللي باش نعرفوا راه ليكواسيون ديال سفير ديال سفير ليكواسيون ديال سفير راه هي ليكواسيون كارتيزيان ديال سفير باش نوضحها راه اللي نعرفوها لكم ناقص لونسومبل دو بوان ان شوفوا جاي اي ايكواسيون في السفير كارتيزيان في السفير لازم تكتبها في السفير يبقى عندنا الاس عندنا الاي وعندنا هنا اليوم تاع اوكي راهو هابط
هذه الكوسيون دي سير الفورمال يعني انت كي نعطيك هنا ان اونسومبل دو بوان هكا فورمال بيل راه لازمك توصل للفورمال هي اكس موا اكس اي او كاري بلس واي موا واي اي او كاري بلس زد موا زد اي او كاري ايجال ا ار او كاري دونك هذه راهي تسمى ليكواسيون كارتيزيان اوكي يعني يلزم الفورمال باش نمشيو للليزير لا اي فما ليزير معناها اي باش ناخذوا حنا لير دو تريونغل ا بي سي يسال شنو نحاولوا نعرفوا لير دو تريونغل ا بي سي هي ان ديمي لا نورمال دي ا بي فيكتوريال ا سي نتصور مفهوم بالنسبة لير دان بارا دان دان ريكتونغل ا بي سي دي ا بي سي دي هو من غير الانتمي نعمل AB فيكتوريال AC يلا سي زياد كان تلاحظ هو التريانجل هو اشتر نتاع اشتر نتاع ريكتانجل فوالا من هنا نورم دي باش نمشيو تو للفولي بون هذا لي زيد باش نمشيو تو للفولي الفولي دي تريال A B C D هو ايغال ان سيزيام 1,7,6 fois valeur absolue. C'est un produit mixte. Ils sont mauvais, je parle pas de technique. Il y a un homme produit mixte. Au fond, je me dis que c'est un produit scalaire entre les deux vecteurs. Dès que le vecteur n'a pas le son. NT 1,7,6 AB. Vectoriel AC. Vous pouvez mettre le halal. Je suis article. Un vecteur scalaire. Fois scalaire. Un vecteur A. Désolé, ce sont deux vecteurs scalaires AD. كان تلاحظ سي زياد خذينا ا دونك لي فيكتور نخرج من نفس الوقت اخترت البوان بي باغزومبل بي ا بي سي بي دي اذا اخترت دي دي ا دي سي دي بي باغزومبل فوالا دونك هذا بالنسبه للفوليوم وهذا تكريزي بون كي نيم اما لي كويستيون دي سبير راهي هي ما تخرجش كما هي سي با اونسومبل يعني حتى في الاكزارسيس نتاع اليوم راه قالنا راه سي اونسومبل دي بوان باش نعرفوا سي تاسفير اش معناها معناها عينيك نوصل للفورمال لازم نلاقي هذه هي حاجه بوزيتيف وستريكت اون اون كان يطلع اليوم تعمل اي فور اكزومبل ايجال على زيرو لهنا راه مش كل ان بوان اي سي لو بوان اي ولا ولا لا اما كي يبدا عندنا ستريكت اون اون اي للبناء معناها العدد للبناء لازم يكون ستريكت اون اون كان هنا نيجاتيف راه سي بوان اي ان سي اي سي اوكي بون لما حال ثم ملاحظة راه ساعات نبطوا في الاكزرزيس نبقوا فيه ساعتين واكثر من شوي راه جيست باش خاطر نحبوا نفهموا باكثر نوبر نتاع تلامذة ونحللوا اكثر وساعات الكاسيون رانا نخرجوا منها ونحكوا في حكايات اخرى. احنا راه الاكزرزيس راه موش نتاع ساعتين هو على فكرة هو الاكزرزيس راه نتاع نص ساعة. نتاع ساعة ربع كثر يعني ساعة ربع لكن احنا علاش نعملوا هكا؟ احنا مانيش نخدم في الاكزرزيس الواحد خاطر احنا نخدموا في الاكزرزيس للتلامذة. واحنا موجودين لهنا وبحكم معنا نستنوا ديما في التعليقات مع التعليقات مع خاصة اللي يحب يسأل سؤال يعني أي واحد يسأل سؤال أنا باش نجاوبه فهمت من هناك علاش تحسوا أنا صعبت شوية في الفيديو معناها يقول الفيديو نتاع ساعتين نتاع ساعة ونص وكل شيء على خاطر احنا رانا لهنا مانيش مانيش قاعد مع الطماط اللي هبط لي كوريكسيون جيت وحطيت الكوريكسيون وقلت لك اخدم على روحك نجم ما ينسى الكوريكسيون اللي قاها في ورقة واحدة مع روحك لكن احنا لهنا نحاول انا نتفاعل مع بعضنا بلي كومونتير ونحاول نجاوبوا معناها لماكس بالمكسيكو وبالنسبه اللي عندنا لو اسئله ما هيش واضحه نجم نكونتاكتنا حتى على البريد الخاص كما تاع سميتي هذا سيدي الزوم على البريد الخاص بالصفحه ورانا نتفاهموا مع بعضنا الناس الكل ان شاء الله راح اسال ان شاء الله ربي يوفقكم وربي ينجحكم طبعا ننصحهم باش يعاودوا الاكزرزيس في الفيديو بطبيعه الحال الفيديو يبقى موجود عاودوا الاكزرزيس اللي تحبوا شوفوا الاكزرزيس انا عاود نذكركم على الاكزرزيس هو باك شونس في نقطه سيسيون كونترول وفي نفس الباج يعني اللي نهبطوا فيها احنا في الفيديو ديريكت اللي هي باج على تريكس مارك سكول اللي هي ليكول اللي نقرب فيها احنا اللي هو سيمنت يعني ليكول هذا اللي نقرب فيها نقرب فيها في الديريكت وهذا لازم معناها هو جست حبينا نتطوع على معناها نتطوع على مهنة نتلمذ البكالوريا باش يبقوا ديما في نفس الوقت حصل واحد ديما نخدموا نهار بنهار انا سمعت يمكن حتى انا عندي تمويل اختراع جديد الات الات بسيط لهذا حبيت نخدم علاش على خاطر ما فيش هيك دي كيستيون كومبلكسي ولا حكايه باش نفهموا على الاقل الالات كيفاش يتخدم معناها كيستيون هاد سامبل وكل شيء
يمكن اني باش نخدم اكزرسيس الات مانيش عارف كيفاش نسميه. المهم ممكن نعاود اكزرسيس بروبا، نشوف اكزرسيس اخر بروبا، ولا اقتراحات كامله برزو يسال الشيطان. اذا زبرا الناس برزو حتى ديز اكزرسيس الات ما يكون حتى مشكل، خاطر الات يعني من الشابيت اللي موجودين ديما اغلب الاحيان في الباك، يعني الات اكسبونسيال من هكا عندنا، لكن الات اكزرسيس باش نخدم الحين ان شاء الله الات المره الجايه هو سيتا معناها اكزرسيس سامبل جيست باش نعرفوا فيه كيفاش نوضع كالكيوليتي ونوضع كالكيوليتي.